محمود شوقي موفد القاهرة إلى الدوحة. محمود صف لنا ما يحدث من احتفالات، ماذا تشاهد الآن؟ نحن هنا في منطقة مختلطة بين لاعبي منتخب الأرجنتين أو في انتظار خروج لاعبي منتخب الأرجنتين في المكان المخصص للصحفيين والإعلاميين من كل أنحاء العالم بعد فوز المنتخب الطنجو بكأس العالم. خرج منذ قليل عدد من لاعبي منتخب فرنسا، وأكد هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا وهو واحد من أهم حراس البطولة حزنه الشديد على ضياع الكأس في تلك المرحلة بعد دراما كروية مثيرة أمام المنتخب الأرجنتين. لكن دعني أنقل لك الصورة إلى حد كبير، هنا إجماع واضح من الصحفيين والإعلاميين من جنسيات مختلفة على أننا تابعنا أهم وأمتع مباراة نهائية في تاريخ كأس العالم تقريبا. هنا الحديث عن استحقاق منتخب الأرجنتين يبدو كبيرا، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذله ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين من أجل حصد الكأس الذهبية، وقد حقق حلمه بعد انتظار طويل. الكأس الذي عادت إلى الأرجنتين بعد غياب طويل، حيث لم تفز الأرجنتين بكأس العالم منذ عام 1986، الآن يتحقق الحلم وسط حضور جماهيري كثيف. بالخارج أمام غرفة خلع الملابس باستاد لوسيل هناك تجمعات من آلاف المشجعين برغم إلحاح الجهات الأمنية على الجماهير بالانصراف من أمام استاد لوسيل لإخلاء المنطقة المحيطة بالحافلة التي تقل منتخب الأرجنتين بعد قليل، إلا أن هناك إصرار شديد من الجماهير على الاحتفال مع ميسي ورفاقه بعد قليل. نحن الآن في انتظار خروج عدد من لاعبي منتخب الأرجنتين وكذلك مدربهم إسكالوني من أجل الحديث عن تلك اللحظات المثيرة التي تسجل في تاريخ كرة القدم وتاريخ كأس العالم بحروف من نور.